خدينا الهيئه الوطنيه للانتخابات قامت باصدار القواعد الاسترشاديه في الانتخابات الرئاسيه واللي حددت الطرق الصحيحه للتصويت ومواعيده وما هو محظور كمان داخل اللجان المزيد هنتعرف عليه مع الزميله شروق عماد. اهلا بكم أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي القواعد الاسترشادية في الانتخابات الرئاسية والتي حددت الطرق الصحيحة للتصويت ومواعيده وما هو محظور داخل اللجان. تبدأ عملية الاقتراع في تمام الساعة التاسعة صباحا ويثبت ذلك بمحضر إجراءات اللجنة نموذج رقم 13 انتخابات رئاسية وذلك حتى لو لم يحضر من يمثل المرشحين أو أي منهم. ويبدأ الاقتراع بإدلاء رئيس وأمناء وأعضاء اللجنة الفرعية بأصواتهم وإثبات ذلك في النموذج رقم 14 انتخابات رئاسية. ويتم السماح لمن يحضر من رئيس وأعضاء اللجنة العامة ورئيس وأعضاء لجنة المتابعة بالمحكمة الابتدائية بالإدلاء بأصواتهم وإثبات ذلك بالملاحظات بمحضر إجراءات اللجنة. كما يسمح لمندوب المرشحين حال قيدهم بكشوف الناخبين الخاصه باللجنه بالادلاء باصواتهم السماح للناخبين بالدخول باولويه الحضور ويحدد رئيس اللجنه عدد الناخبين المسموح لهم بالدخول وفقا لعدد كبائن الاقتراع داخل اللجنه يتحقق رئيس اللجنه من هويه الناخب بنفسه من واقع بطاقه الرقم القومي ولو لم تكن سارية، ولا يعتد في إثبات شخصية الناخب إلا ببطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ثابت به الرقم القومي. كما يتحقق من عدم وجود حبر فسفوري على أي من أصابع الناخب قبل السماح له بالتصويت. يسجل أمين اللجنة آخر رقمين من الرقم القومي للناخب في الخانة المخصصة بالنموذج رقم 11 انتخابات رئاسية. يوقع الناخب بخطه او ببصمته مره واحده في الخانه المخصصه بالنموذج رقم احد عشر انتخابات رئاسيه ويوقع امين اللجنه في الخانه المخصصه لذلك قرين توقيع الناخب يتسلم الناخب بطاقه الاقتراع من رئيس اللجنه بعد ان يسلمه بطاقه الرقم القومي الخاصه به يدلي الناخب بصوته في كابينه الاقتراع ثم يضع البطاقه مطويه بنفسه في صندوق الاقتراع تحت إشراف الموظف الذي يكلفه رئيس اللجنه بذلك. جمهوريه جديده يؤكد فيها المصريون على الالتزام بواجبهم الوطني الذي كفله لهم الدستور في الانتخابات الرئاسيه لعام 2024 والتي تمثل استحقاقا بالغ الاهميه يرسم ملامح مستقبل الوطن.